بكم مشاهدينا حبتنا في صباح ومساء ومحاولة لاقتناص الأحداث المهمة سواء كانت في السلطنة ثقافية اجتماعية أو حتى شبابية. ضمن خطة النشاط الثقافي لمركز السلطان قابوس العالي للثقافة والعلوم تقدم مجموعة من المحاضرات خلال هذا الأسبوع. من يقدم هذه المحاضرات هو ضيفنا العزيز هنا في استوديو صباح ومساء البروفيسور سليم الحسني رئيس مركز العلوم والتقنية والحضارات في المملكة المتحدة، وهو أيضا أستاذ متقاعد وخبير في مجال جذور الثقافات والعلوم الهندسية. بروفيسور مساء الخير. مساء الخير، شكرا جزيلا. أهلا وسهلا بك، سعيدين جدا أكيد بوجودك معنا اليوم في صباح ومساء. وبالفعل تبدو المحاضرات ثرية من خلال العناوين المتنوعة. بدأتم بإثراء العلوم لمستقبل آمن، وهناك ثلاث محاضرات أيضا قادمة. في البداية نتكلم عن أهمية وجود هذه المحاضرات التي تقرب النشء تحديدا من الثقافة الإسلامية العميقة جدا، والتي يعني تزخر بالكثير من الاختراعات والعلماء والإنجازات الحضارية والإنسانية. شكرا. أولا أحب أن أشكر المضيفين الكرماء من ديوان جلالة السلطان والمجلس الثقافي والعلوم مركز السلطان قابوس العالي للثقافة، مركز السلطان قابوس العالي، وكذلك المركز الإسلامي. فشكرا جزيلا وشكرا لكم لاستضافتي هنا. هذا الموضوع حساس جدا لأنه يركز على أمور المفروض تكون بديهية ولكنها منسية مع الأسف، وهو يتعلق في الإسهامات العلمية والتقنية والتكنولوجية التي قاموا فيها حضارات غير الحضارة الأوروبية وخصوصا الحضارة الإسلامية، ولا زالت هذه الاختراعات معنا موجودة في هذه الأيام وإحنا نتعايش معها، ولكن لا نعرف أن هي الحقيقة يعني اكتشفت ويعني درست وأعطيت إلى العالم وجاءت إلى أوروبا عن طريق الأسفار وعن طريق الأندلس وعن طريق شرق أوروبا. هذا الكلام ليس فقط مهم للشباب العربي المسلم، لأنه أصلا في البداية كان موجه الكلام للأوروبيين بالذات، لأن هناك موجود في مع الأسف نسيان ما يسمى يعني موجود فترة زمنية حوالي 1000 سنة تسمى بالعصور المظلمة، اللي هي الفترة بين الحضارة الإغريقية والرومانية من جنب والحضارة الأوروبية الحديثة اللي هي يعتبرها البعث الحضاري رينيسانس. نعم. شايفين كيف؟ والحضارة الحديثة. هذه الفجوة مع الأسف تلغي أسهامات الحضارات الأخرى مثل الصينية، الحضارة الهندية، الحضارة الإسلامية. لكن الحضارة الإسلامية طبعا لها حصة الأسد كبيرة لأنها عاشت فترة طويلة جدا من الزمن، جذورها عميقة جدا أيضا. نعم. لكن الذي استورث له، لذلك نسميها الميراث العربي الإسلامي إلى أوروبا، ولا نقصد فيها الميراث الإسلامي الموجود في المنطقة العربية. نعم. إحنا نظلها من يعني أساس نحن يعني أنا عايش في بريطانيا معظم حياتي وأستاذ هناك، يعني لي مركز في الهندسة الميكانيكية الأمور الأخرى. فهذه لما اكتشفناها وجدنا أنه ليس فقط لها تأثير إيجابي وفعال وملهم للغربيين نفسهم، وهم قيادات المؤسسة طبعا هم أغلبهم من غير المسلمين ومن غير العرب يتفاعلوا مع ضرورة إبراز هذه. ليش؟ لأن فقدان هذه 1000 سنة تخلي الأوروبيين يشعرون أنهم هم الوحيدين المسؤولين عن العلوم والتكنولوجيا وعن التقدم الحضاري الحديث، وهذا يؤدي إلى ما يسمى بالسوبريوريتي كومبلكس، يعني الشعور الفوقي. نعم. أنهم هم أحسن من الحضارات الأخرى، وهذا خطير إن لم يكن محاط بمثل وأخلاقيات معينة بحيث تشذب هذا الاستعلاء. يعني قد يؤدي إلى أنهم هم يقر يعني يصير في يعني حروب، يصير في استصغار لشؤون الآخر. نعم. باسم الثقافة وباسم الحضارة وباسم التقدم. نعم. جميل. لكن اللي اكتشفناه أيضا أنه عندما المسلمين خصوصا البنات والشباب رائع. عندما يكتشفوا هذه الأمور يصير عندهم نوع من الإلهام والتفاعل، يقولوا إحنا ليش ما نعرف في هذا الكلام، يصير عندهم عز بالنفس. نفس الوقت إحنا لا نريد أن نقول والله كنا وكنا ولكن إحنا نريد أن نقتدي بالأسباب التي جعلتهم هم يعني يتفاعلوا مع البيئة التي هم عايشين فيها، وأن يصلحوا وأن يعملوا الأعمال النافعة واكتشافات. ليش كانوا يعملوها؟
يعني وكأنه هنا حافز بالفعل لهؤلاء الشباب ودافعية حقيقية للبناء أيضا. ولذلك المحاضرات هنا لما تكون في المنطقة العربية خصوصا عمان يعني بالذات، لأن عمان لها عمق حضاري كبير جدا وتأثيره على أوروبا وتأثيره على العالم. يعني مثلا أنا أقول لك حاجة، فغدا لما حنتكلم بالمساء على ألف اختراع واختراع، هو هذا الألف اختراع واختراع المقصود فيه، لا نقصد فيه حرفيا أنه والله هي ألف اختراع واختراع، احنا المسلمين قدموا كأي شعب أو كل أقوام أخرى تقدم اختراعات كل يوم. صحيح. يعني صحيح. لكنه احنا سميناه ألف اختراع واختراع قريب. لأنه هو يعني يكون موازي لكلمة ألف ليلة وليلة. وكلمة ألف ليلة وليلة عند الغربيين هي يعني عندما يرون شخص من مثلي أو مثلك رأسا يظهر بأذهانهم بدون أن ما يشعروا قصص ألف ليلة وليلة، لأنهم منهم صغار تعلموها، فتعلموا على سندباد البحري. أيوة. يعرفوا على الدين والجني، يعرفوا خلاص مرتبطة لديهم يعني. نعم. كصورة ذهنية واضحة. نعم. وبصات الريح سندباد البحري. نساء يهزوا البطن. نعم. هذا هذه المظهر الثقافي والحضاري الذي يشعرون نحوك. فطبعا نحن هذا يعني ما ليس صحيح، لأنه لو اكتشفنا ودرسنا خلال هذه الفجوة الفترة الألف سنة المظلمة هذه سنجد أنه فيه اكتشافات وعطاءات يعني بمستوى عالي جدا، ولولاها لم يكن هناك في بعث أوروبي، ولم يكن هناك في ولا زال الآن في البيوت وفي المدارس وفي المدن وفي يعني موجودة هذه الاختراعات في تفاصيلنا في حياتنا تفاصيل. نعم. في تفاصيل التفاصيل. ولذلك نحن نقول شبابنا عندما مثلا غدا في المساء ألف اختراع واختراع أقول على حاجة أسأل سؤال الآن هل يا ترى علاقة فيه موجود بين فورمولا 1 كار مع عمان؟ طيب أنا حأقول في علاقة لكن ما حأقول هذا الكلام إلا بكرة مساء. إحنا إن شاء الله. إحنا ممكن نخلي الشباب يشتركوا معنا عبر صفحاتنا التفاعلية. وطبعا تواصل معنا الشباب المشاهدين الحين في التلفزيون على هذا الموضوع. لكن بروفيسور سليم طبعا غدا إن شاء الله تعالى مثل ما ذكرت قبل شوي في كلامك أنه ستقام في قاعة المحاضرات بجامعة السلطان قابوس الأكبر محاضرتين، الأولى مثل ذكرتها اللي هي ألف اختراع واختراع، بالإضافة إلى محاضرة أخرى وهي العالمات المسلمات في التراث الإسلامي. لو نتحدث في البداية عن المحاضرة الأولى وهي ألف اختراع واختراع، ما هي أبرز المرتكزات العناصر والمحاور اللي راح تطمنها هذه المحاضرة غير الفورمولا؟ نحن سألنا في أشياء كثيرة. يعني مثلا أنا يعني وكثير من الناس أصيبوا بمرض قلب واضطر أن يعمل لهم عملية جراحية. هذه العمليات لا يمكن أن تتم دون استخدام ما يسمى بالكات كات، اللي هو الخيط الذي يخيطون فيه الشرايين، يخيطون فيه الأمعاء، يخيطون فيه كل حاجة في داخل الجسم تخيط هذه المستشفيات. هذا الكات كات اللي هو من أمعاء الحيوان ومعاء القط، هذا المقصود فيه كات كات، استخدم واكتشف من قبل العالم أبو القاسم الزهراوي في الأندلس. طيب هذا لا زال الآن نفسه هو لم يتغير ويستخدم لحد الآن في العالم كله. يعني تصور لو كان يسجل براءة اختراع كان الآن ملك العالم، ليس فقط يملك عمان كلها ولكن يملك العالم في الأموال والكذا. لكن فهذه يعني في موجود اختراعات كثيرة في محيط البيت، في محيط المدرسة، في محيط المستشفى، في محيط المدينة، في محيط الأسفار في حول الأرض، في محيط السماء، اكتشافات الفلك وكذا. احنا لا نريد أن نضخم أكثر من اللازم، لكن الذي نقوله إيش؟ أنه لا نريد أن نلغي، يجب عدم إلغاء مساهمات الحضارات الأخرى. لأنه لو أخذنا الموجود في كتب المدرسية والجامعية التي نحن نستخدمها أيضا في البلاد العربية، صحيح، ليس فقط نستخدمها العربية، وأخذت كل الأسماء، أسماء الاختراعات وأسماء المخترعين وحطيتهم على زمن، على خط زمني اللي هو تايم لاين، ستجد هناك في ميزتين. الميزة الأولى أنه كلهم أوروبيين، ليس فقط من الآن إن رجوع إلى البعث الأوروبي، لكن حتى تقفز الألف سنة وتذهب إلى الإغريق في أسماء بيثاغورس وماركميدس. هذه السمة العامة للمناهج. نعم. يعني بشكل عام فهذه موجود في بالرياضيات بالفيزياء في الكيمياء كذا. أنا مستعد أتحدى أي عالم أو أي شاب أن يثبت لي عكس ذلك. أسماءهم أوروبيين. في إلغاء للصين، إلغاء للهند، إلغاء للمسلمين. هذا لا أقصد فيه متعمد، لأن في أسباب كانت
تضطر هذا الشيء ان يحدث. يعني لا تتهم مؤامرات كذا، لا ارجو انهم لا يستفهم هذا. الاوروبيين نفسهم الان يقولوا هذا الكلام. والميزه الاخرى يعني ان يعني هذه 1000 سنة مفقوده. فاحنا نقول هذا الالف اختراع واختراع لما نجيبه حتى تكمل هذا التاريخ، يعني يصير الان تاريخ متوازن اللي هو تاريخ الانسانيه، ان الحضارات تنتقل من قوم الى اخر. ان يتم انصاف هذه الحضارات عموما التي قدمت. الجميل انه في اصدار مثل ما نشاهده حاليا، هو باللغه الانجليزيه ولكن هناك ترجمه باللغه العربيه، موجود في العربي ايضا. الف اختراع واختراع، ولكن ما لفتني يعني من قام بطباعه هذا الاصدار ومن تبناه. النشر والطباعه ناشونال جيوغرافيك، طبعا مؤسسة مشهورة عالمية بالفعل. ومتخصصة في إثراء العلوم يعني، وهم أيضا عملوا على فكرة هذا الأجمل هنا بروفيسور، يعني أنه في شيء خاص للنشر يعني مختصر من هذا الإصدار، وكأنها رسالة يعني للشباب وللنشر أنه المختصر لهذا الإصدار. يعني هنا السؤال الذي يتبادر للذهن، أنه في عصور سابقة قدم علمائنا من المسلمين يعني الكثير من الاختراعات، والكثير من الاختراعات التي تنتفع منها البشرية حتى هذه اللحظة. طيب الآن عندما نتكلم عن الآن، ما هي الأسباب مثلا اللي مش الأسباب فقط اللي يعني شبابنا هم يجهلوا بعض هذه الأسماء، ولكن أن يصلوا أيضا لهذا المستوى؟ هذا الفكر او هذه الحركه اللي الحقيقه هذه الان اصبح توجه عالمي الان. في موجود هذا، مثلا احنا عندنا معرض متجول تفاعلي في امريكا، فتحته هيلاري كلينتون، حتى لما يعني راح الى كاليفورنيا ساينس سنتر في نيويورك، ساينس هولز كان في واشنطن، في ناشونال جيوغرافيك، ذهب الى تركيا، ذهب الى الان يذهب الى ماليزيا، حيروح الى هذا المعرض التفاعلي، بالاضافه الى افلام، خصوصا فيلم الان نزل تنزيله في الـ في الـ في, الـ في, الـ في الانترنت 25 مليون مره نزل فيلم مشاهدته، يعني مشاهدته نعم تنزيله. هذا الفيلم اللي هو ممثله سير بن كينزلي يبرز فيه بعض الاختراعات وطريقته هو الجذابه، يعني حاجه مذهله جدا، عن طريق ما يسمى بالهاري بوتر فيلمز، يعني في ماجيك وفي فيري تيلز وكذا بيطلع. فاللي اقول ايش بالنسبه لشبابنا، هم يريدوا ان يكون لهم قدوات يستطيعوا ان يقتدوا فيها، من نساء ورجال من الحضارات، وخصوصا حضارتنا نحن العربية والإسلامية. لأن مع الأسف طريقة كتابة التاريخ الموجودة عندنا، يعني تاريخ الحقيقة مليان في مكتوبة من قبل يعني تاريخ سياسي وتاريخ ديني. نحن مؤسستنا مؤسسة علمية وتقنية. فننظر نحن إلى التاريخ بمنظار تاريخ العلوم، ونكتشف أنه أشياء نحيده عن السياسة وعن لأنه هو تاريخ موجود. تعتمد كيف ننظر عليه. فإحنا لما نستخدم ناظور سياسي حيظهر فيه حروب وكذا، نظهر ناظور الديني حيظهر فيه الخلافات الفقهية والمذهبية وأيضا فيه قتال وكذا. هذا لا يعني هو غير موجود، هو موجود، لكن مع الأسف لم ينظر أحد بمنظار العلوم. فنكتشف أشياء مذهلة، ليس فقط العلم وإنتاجه، لكن ما الذي ألهم هؤلاء الناس؟ هل هو كان يريدوا مشان يسجلوا اختراع؟ هل كان يريدوا مشان يحصل دكتوراه؟ هل كان هل كانت البيئة يعني البيئة نفسها اللي كان كانت موجودة؟ كان في هناك منطلقات. نريد شبابنا يعرفون ما هو الواعز الذي كان يلهم يحرك امرأة مثلا زي فاطمة الفهري، شابة عمرها 23 سنة، لما استلمت جاه ميراث أختها عملت مسجد مسجد في مدينة فاس سنة 859 ميلادي، يعني أكثر من 1000 سنة. فاطمة إيش عملت؟ عملت جامعة، مؤنث للجامع ما شاء الله. هذه الجامعة، فإذا لما تيجي تشوف أول جامعة في العالم عملتها شابة مسلمة عربية، وكان يعني ما هو الدافع؟ تجد عندها لما حطت المسحاء الشفل يعني في الأرض لكي تفتحه، قيل أنها صامت منذ ذلك اليوم إلى أن انتهى المشروع. فإذا معناها هذه امرأة كانت متدينة، لها منطلقات من إيمانها لخدمة الناس وخدمة العلم. فمنفعة الناس وخدمة العلم كان هناك في هدف، لكن هذا هدف مربوط في يعني بإيمانهم بأن هذا يرضي الله تعالى. فكان هذا أعمال كلها كأنها صدقات، يعني اكتشافات الطبية والاكتشافات العلمية وكذا، كان لمنفعة الناس لكي يرفعوا مستوى الناس. فإحنا نريد شبابنا لما يكون عندهم هذه القدوات
يتفاعلوا مع هذه القدوات. نعم. ويصيروا أنهم هم بدل ما يكون تائه ويشعر أنه ليس له علاقة بالحضارة الحديثة، لا، أنت أجدادك هم كانوا